خلينا نروح لمداخله هامه جدا جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن سيد مساء الفل عليك. امير ازيك؟ ازيك يا كابتن سيد، وحشنا والله، مفتقدينك هنا على فكره. الله يخليك، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه، كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب كابتن سيد، خليني ابتدي معاك كده سخن شويه. كلام كتير خلال الساعات السابقه على ان النادي الاهلي دعم صفوفه بصفقات مهمه، لكن الصفقات دي بتمويل خارجي، عايز اخد تعليقك. لا بص، يعني هو في الاول والاخر ده اسطوانه مشروخه ومعروفه وقديمه جدا، بتستخدم كل مره من ايام جون انطويل. يعني جون انطويل بيلعب في المقص، قرب يرجع بلده كمان، تمام. لكن في النهايه ايفونا، احمد الشيخ، ميدو جابر، اسلام محارب، يعني خلاص انت بقيت حافظها وعارفها. غريب في الموضوع ان احنا يعني بيتحرق الموضوع بتاعنا بتاع المؤتمر اللي المفروض تقدم فيه الصفقات. ان الغريب جدا واللي هيخلينا نفكر جديا ان احنا نقدم شكوى للاتحاد الدولي، لان الاتحاد المصري مش هيعمل حاجه، ان احنا كل ما نجيب صفقه يطلع رئيس نادي تاني يقدم الصفقه بتاعتنا. غريبه جدا. يعني كل ما تيجي تعمل اي حاجه خاصه بالامور التعاقديه يطلع رئيس نادي يقوم مقدم الصفقه بتاعتنا احنا، يعني بيقدم الصفقه اللي هو جايبها او الصفقه اللي هو مميزه بالنسبه له مش مميزه. تفسر ده بايه يا كابتن سيد؟ ايه؟ تفسر ده بايه يعني؟ ولا حاجه، هو موضوع ما هو الا غل داخلي بيطلع في كل الاوقات يعني، ومعروف بشكل رهيب جدا. والموضوع بقى مش مساله زايد عن حد، هو كده اصلا، هو ده حد، هو ده الموضوع بالنسبه لك يعني زي ما قلت لك. لكن انت تجي التجارب والايام والمواقف تثبت ان اي حد يتمسك بالنادي الاهلي، اي لعيب يتمسك بالنادي الاهلي، النادي الاهلي قادر ان هو يجيبه مهما كان، ومهما كانت الصعوبات او مهما كانت التهديدات صح التعبير يعني. لكن النادي الاهلي قادر طالما اللاعب عايز، لو اللاعب مش عايز خلاص انتهت الموضوع، منتهي يعني. صفقه حسين الشحات او ياسر ابراهيم ومن قبلهم محمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو، صفقه يعني تاكد المعنى ورمضان ده. عايز النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيسيبك، هياخدك مهما كانت بقى التهديدات وكلها بشنك انت عارف اكيد يعني. وانا من مكانك ده بقول، او من برنامجك بقول كده، بقول لو احنا يعني بنتعاقد مع لاعب، وقبل ما نتعاقد معاه بنكلمه عايز النادي الاهلي، لو قال خلاص الموضوع منتهي. ما تخافش، وبقول لكل لعيبه مصر ما تخافش من اي تهديدات ولا الرسائل اللي بتيجي ولا الواتساب، ده مش عالم كوره في الاخر اللي انا بقوله، بس هو دي الحقيقه اللي بتحصل. رسائل وتهديدات وواتساب على الواتساب او الرسائل العاديه، كل ده ملوش اي 30 لازمه ولا حد هيقدر يعمل حاجه. والدليل ان انا قلت لك الاسماء اللي انا قلتها لك كلها بالظبط، طالما انت عايز تلعب في الاهلي هتلعب في الاهلي. التهديدات بقى، اصل انت ماضي، اصل انت مش ماضي، وبعدين يا سيدي انت زعلان ليه؟ انت مضيت مع ياسر من غير دق، احنا مضينا مع ياسر بعد الدق، ايه المشكله؟ يعني ايه القضيه في كده؟ عادي جدا، ياسر جالنا خلاص. لكن بقى لو احنا بنتكلم صح، بنتكلم صح، انا بقول لو انت فاهم لوايح مش بهدي. انا بقول للراجل اللي بيتكلم ده برضو، لو انت فاهم لوايح انا بقول لك اطلع بكره على العقد بتاع ياسر بالظبط، تطلع عقد هيدينه اكتر يعني. في الحاله، لا وفي الحاله ديت، في الحاله دي انا وعدك تمام، انا مش هرجع للاتحاد المصري يعني، عشان الخطوات تبقى تباعا يعني، انا هروح للاتحاد المصري. لازم اروح للاتحاد المصري عشان تبقى تباعا. تمام. لكن الاتحاد المصري مش هيعمل حاجه. ليه مش هيعمل حاجه؟ ما عندكش ثقه في الاتحاد المصري يا كابتن سيد ان هو يعمل حاجه؟ اتفضل يا امير، احنا هنروح للاتحاد الدولي تمام؟ وفي لحظتها بقى هنفهم احنا اللي فاهمين لوائح تمام؟ ولا هنا ما بتطبقش؟ احنا فاهمين اللوائح كويس قوي. انا بقول لو انت راجل فاهم اللوائح كويس قوي طلع عقد ياسر. انا نفسي بكره، مش انت بتقول ان ياسر ابراهيم ماضي عندك؟ طلع عقد ياسر. انا اللي برجوك تطلع عقد ياسر. وفي اللحظه دي هاخد الملف بتاعي كله، الاستغناء والاستيفاء والماليات والعقد اللي ماضي ياسر والعقد اللي انت مطلعه تمام؟ وهنطلع على الاتحاد الدولي، وانا اوعدك ان انت هتتوقف مرتين من القيد. ان ما توقفتش مرتين يا عم اعمل اللي انت عايزه. لو ما توقفتش مرتين قيد او فترتين قيد اعمل اللي انت عايزه. سيبك ان ده مش هيحصل في مصر او في الاتحاد المصري. اوكي؟ اتحاد الكوره. لكن انا اوعدك لما تروح تطلع عقد ياسر بكره، انا اللي برجوك تطلع عقد ياسر بكره. ونروح للاتحاد الدولي. مش ياسر قبل الدقن كان ماضي معاك؟ طلع العقد. تمام؟ طلع العقد. لكن التشويش وحسين الشحات، واصل هو شحات، طب يا سيدي وهو شحات
وتمويل خارجي وقطر وكلام غريب كده. جاب ثلاث اجوان في الزمالك تمام؟ بعد ما لو ربنا كرمه هيبقى غني في الاهلي هيجيب كام جول؟ اكلمك بلغتك. يعني هو شحات جاب ثلاث اجوان في الزمالك. لما بقى ربنا كرمه وجاء الاهلي وبقى 100 وربنا هيبقى هيغنيه تمام؟ هيجيب كام جول؟ اكتر ان شاء الله. خلاص الموضوع منتهي. انت يعني الموضوع بالنسبه لك يعني موضوع شوشره وخلاص. يا عم احنا بنعمل فرقه كويسه وقدامنا فترات هنعمل فيها وهنكونها باذن الله. وبدانا يبقى الامر بالنسبه لنا جميل جدا مع عوده مصابين ولاعيبه مميزه موجوده وتدعيم كويس. خلاص ما تخليك في حالك يا اخي. انت بتجيب ناس كويسه بتجيب ناس وحشه محدش بيطلع يتكلم عليك. ما انت جايب بوطيب بو ما اعرفش مين انت جايبه. حد قال لك حاجه؟ محدش بيعلق. كل نادي بيركز في شغله. محدش بيقول لك حاجه. ولما بتطلع تتفاخر ان انت راجل جايب دخلت فلوس للنادي وبقى الخزنه فيها 300 مليون و400 مليون و500 مليون وارقام يعني ميزانيه دول، حد بيقول لك حاجه؟ حد بيقول لك حاجه؟ اصل هي خلاص اللغه، اللغه يا امير اللغه طالما انت شايف ان دي اللغه اللي سايده ماشي هنكلمك بلغتك. احنا طول عمرنا ما بنتكلمش بيها، لا هنكلمك بلغتك. وانا قلتها قبل كده خلاص. انت اللغه بتاعتك هي اللي هتسود. ماشي انا موافق. هلعب بنفس الطريقه بتاعتك. هنتعامل بنفس اللغه. بنفس اللغة. بنفس اللغة. انت انا بقول لك انا هقدم في الاتحاد الدولي شكوتين. شكوى ان انا كل ما اجيب صفقة يطلع رئيس نادي يقدمها من غيري. يعني لا انا بكون موجود وانا اللي متعاقد معاها ولا اللاعب نفسه بيكون موجود. الشكوى الثانية طلع عقد ياسر ابراهيم بوفا قبل الدقن، لان احنا تعاقدنا مع ياسر بعد الدقن. طلع عقد ياسر ابراهيم بوفا. انا وعدك هوقفك مرتين قيد. لو طلعت العقد بس اللي هو بيمضى عليه ياسر. طلعه. طلع العقد بوفا. طب نتمنى ان هو يخرج يعني يطلع العقد ده عشان اتفضل. طلعه لان انا ساعتها هاخد الملف كله وهروح للاتحاد المصري وهطلب من الاتحاد المصري ماليش دعوه عشان الاحراج انا عارف يعني كويس قوي. مفيش مشكله انقل الملف ده كله للاتحاد الدولي وهنشوف احنا اللي بنفهم لوائح بنفهم لوائح وبنتعلم صح ولا هي ما بتتنفذش هنا. وان الخمسه في سته عندنا ب 30 وهتفضل ب 30 تمام. مش الخمسه في سته ب 42 عندك وهتفضل 42. لا احنا فاهمين صح ولا فاهمين غلط. بس يا سيدي طالما انت بالامر ده يعني هتقلبها خناقه وزعيق وبلطجه ماشي يلا معاك. طيب اصل الموضوع مش هيبقى يعني الموضوع مش هيبقى ابن الباشا بيتخانق مع حد تاني. الموضوع خلاص. الموضوع بقى يعني هو كده هي كده هتتكلم بنفس اللغه بتاعتك دي هنتكلم بنفس اللغه بتاعتك. نفس الطريقه هتقدم بطيب هتقدم معرفش مين هتقدم هنعمل اللي انت بتعمله ده بالظبط. طيب خلاص احنا طول عمرنا ماشيين بشكل كويس قوي واحترامي مع كل الانديه وحريصين بكده. لكن انت شايف يعني ان انت ايه؟ انت مالكش دعوه مالكش دعوه مالكش شغلانه غيرنا. احنا جبنا يا سيدي فلان، جبنا علان، جبنا جيراردو، ما جبناش جيراردو، جبنا معرفش ما يا سيدي ما تتعاقد مع اللي انت عايزه. انت مالك ومالنا؟ بالظبط. انت مالك ومالنا؟ مالك ومالنا؟ انت عايز ايه مننا؟ يعني حاجه غريبه بصراحه. لا سيبك من غريبه خلاص. هو الامر بالنسبه له بالنسبه لنا كلنا كنادي يعني لا ما حدش هيسكت ولا اي حد محدش هيسكت ولا جماهير ولا 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 مسؤولين ولا اي حاجه خالص. بس طيب كابتن سيد يعني انا بشعر من كلامك كده ان انت عندك عدم ثقه في اتحاد الكوره، هل ده حقيقي؟ لا ماليش مش انا مش عايز اغلط في حد بالعكس يعني. انا بقول لك يعني عشان الموضوع ما يبقاش فيه حرج. انا بقول لك حرج ازاي يعني؟ اصل هيبقى فيه حرج ازاي يا كابتن سيد؟ يا سيدي هو كده يعني هيقول لك انا الموضوع بالنسبه لنا مش عارف ايه، هو مش سامع كده يعني الاتحاد المصري مش سامع كده. مش انا قلت من ثلاث اربع ايام هاتوا حد بيفهم في احنا ما بنفهمش في اللوائح يا عم. ماشي؟ اتعلمنا غلط، كل السنين اللي فاتت دي اتعلمناها غلط. قرينا غلط، ما بنعرفش نقرا، تمام؟ هاتوا حد من اللوائح يقول ان في رئيس نادي بيطلع عقد للاعيب ممتد تعاقده مع نادي اخر وبيقول لك انا هقرفك وهشطبك وهخلي حياتك عذاب لو مش لقيت عندي. ايه ده؟ مفيش اي تصرف اتخذ. ايه الكوره دي؟ ايه الكوره دي؟ ايه الكوره دي؟ يعني احنا بنشيل هم ال 90 دقيقه واللي بره ال 90 دقيقه ومؤتمرات صحفيه تتعمل علينا. يعني انت بتعمل مؤتمر صحفي عشان تقدم فيه صفقات انا؟ ده ايه الازدواجيه؟ ايه العقل ده؟ احنا في سنه 2019. ما تقدم الراجل اللي انت جايبه ولا تقدم اللي عندك ولا تقدم اللي جاي اللي انت هتجيب، ما تجيب ان شاء الله حتى تجيب منتخب يعني العالم تمام. وبعدين ما انت ما شاء الله يعني ما شاء الله عندك صفقات عندك بال 400 مليون و 500 مليون ودخلت فلوس زي الفل، حد قال لك حاجه؟ محدش يقول حاجه، محدش علق. لكن حسين الشحات واصل ياسر
ياسر علي، اصل انا هوقت ياسر علي. طب طلع العقد بتاع ياسر علي، ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم طلع العقد بتاع ياسر ابراهيم طلعه، اتريق على اسم حسين الشحات. طب الشحات ده هو شحات جاب 3 اجوان في الزمالك لما ربنا يكرمه هيجيب كام جول؟ 6. ولما ربنا كرمه في الاهلي هيجيب كام جول؟ خلاص هي نفس اللغه بقى خلاص. مش يعني مش محتاج تتاسس للمشاهد او لل او للمجتمع، لان هي اللغه بقت داركه والناس سامعاها وشايفاها والناس بتضحك. تمام. والعكس بقى اللي يعمل نفسه مثلا يعني راجل يعني تقيل شويه يطلع يتكلم على كلام نحن، يعمل نفسه مش واخد باله الناحيه الثانيه. خلاص ماشي. طيب يلا. طيب كابتن سيد، تمويل صفقات النادي الاهلي او صفقات النادي الاهلي بالتحديد، هل هي من خلال الجانب المادي الخاص بالنادي الاهلي ولا هل في تدعيمات خارجيه عشان نقفل الملف؟ يا عم امير انت بتقول انت كمان. انا لا، ما عشان نقفل الملف ده الناس عايزه رد. انت بتتكلم في واحد اساسا عايز يعمل اي حاجه في اي حاجه، بيدخل اي بس كده عشان يحسم الموضوع، بيدخل الليل في النهار وبيدخل الصح في الغلط وبيدخل اي حاجه في اي حاجه في اي حاجه. انت بتتكلم في ايه؟ النادي الاهلي لو مش قادر يشتري مين اللي يشتري؟ بالظبط صح. لو النادي الاهلي مش قادر يشتري مين اللي يشتري؟ صح. تمام. واحنا قلنا من 3 4 اسابيع لا هندخل بجهد ولا بفلوس. خلاص هتعمل فرقتك وهتكون فرقتك وفرقه مستقبليه، وانا متاكد من الشخصيات اللي معايا ومن الشخصيات اللعيبه اللي موجوده. هتاخد فترات، هتاخد فتره، ممكن تطول سنه، ممكن تطول سنه، على الجمهور ان هو يصبر. طبعا طبعا. انت ما انت كاداره ما قصرتش في اي حاجه، بتتعاقد مع احسن اللعيبه وامجد اللعيبه. جهاز فني محترم بشكل كويس جدا ولعيبه قادره. خلاص هتيجي في وقت من الاوقات لازم تصبر عشان تطلع من جديد. يبقى في صعود مستمر عشان 10 سنين تيجي مره فيها. او مش تاني بقى مره 5 10 بس كل فتره كده. خلاص انت بتزعل ليه من هنا؟ انت بتزعل ليه من هنا لما بكلمك باسلوبك وبطريقتك؟ بتزعل ليه؟ خلاص انا بكلمك بنفس الطريقه. خلاص استحمل بقى. طيب خلينا بقى في الاهم كابتن سيد، وفيما يخص الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي والصفقات، هل صفقه حسين الشحات وياسر ابراهيم دي اخر صفقات النادي الاهلي ولا لسه في المزيد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق؟ اعداد بقى، هنتكلم كوره بقى صح يعني. المفهوم الكوره لازم تقعد مع الجهاز الفني خلاص او المدير الفني كويس ناصر نصر، تقعد معاه وتشوف الطلبات ايه، هل ده كفايه ولا لا، هل اللي موجود ممكن يبقى كافي في الفتره اللي جايه، وخصوصا ان انت مقبل على بطوله محليه في منتهى القوه وبطوله افريقيه ناملين باذن الله ان احنا نحققها السنه دي ان شاء الرحمن. اوكي. وكاس مصر وكاس سوبر محلي. تمام. هل عايز مركز ثاني ولا لا؟ لسه هنقعد فيه يعني. وان كان يعني من وجهه النظر البسيطه ليا ان لو احتجت هتحتاج مركز واحد بس. تمام. اللي هو أكثر. يعني ختام على الراجل بقى، لو احتاج مركز واحد بس وممكن ما يحتاجش يعني خالص. طيب فيما يتعلق جونيور اجايا يا كابتن سيد، انا عايز استغل طبعا تواجد حضرتك معانا، ويعني الناس فسرت عدم قيد جونيور اجايا حتى الان على احتماليه ان النادي الاهلي يتعاقد مع لاعب افريقي اخر في المقابل ان اجايا يطلع اعاره، ده خصوصا بعد قيد جيرالدو النهارده. جونيور اجايا من اميز اللعيبه وامهر اللعيبه والشخصيات المسؤوله جدا داخل الملعب، وتفريط في جونيور اجايا من صعوبات شديده جدا جدا. جونيور ان شاء الله الرحمن يعني انا قلت النهارده انا مستنيك في البطوله الافريقيه ان شاء الله الرحمن، هيبقى واحد من الاساسيين اللي هو جاي لهم دور في البطوله الافريقيه ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله مساله بيض ان شاء الله الرحمن دي مساله وقت تنظيم شويه عشان انت عارف اللوائح اللي بالظبط الفتره ديت، لكن هو موجود في الفرقه وواحد من الناس اللي هي هتبقى ليها دور كبير جدا في البطوله الافريقيه ان شاء الله الرحمن. طيب بالنسبه لصالح جمعه، هل تم استبعاده ان هو لسه مش جاهز يا كابتن سيد ولا الامور بالنسبه له؟ محتاج ماتشات واحنا الفتره اللي جايه هيبقى في ماتشات وديه كتير، لان في برضه جونيور راجع من اصابه، صالح راجع من فتره بعيد جدا ان شاء الله الرحمن باذن الله يعني الفتره اللي جايه يبقى فيها مباريات وديه كمان نشهد ان شاء الله الرحمن عودتهم باذن الله. طيب بالنسبه لحمدي فتحي لاعب انبي، والكثير يعرف او يستنتج ان في مفاوضات مع هذا اللاعب وان الراجل ده بيضحي باشياء كتير وبيتكلم بشكل كبير جدا ان هو نفسه ينتقل للنادي الاهلي، هل الامور تطورت بالنسبه لحمدي؟ احنا بنخبط من البدان بالظبط يعني كده، بنخبط من البدان. ممكن يبقى في يعني بعض الـ يعني نوع من المبالغه في الماليات، لكن برضه ارجع اقول لك نفس الكلام، المتمسك بينا لعيب متمسك بينا، ولا بيهمه تهديدات ولا بيهمه اي حاجه من خاصه بالاطار ده، احنا متمسكين باي لاعب ماسك النادي الاهلي او متمسك بالنادي الاهلي، لكن لازم نسلك الطرق الشرعيه من البدان. طيب ده اكيد شيء مهم جدا. اخيرا عايز اطمن حضرتك على استعدادات لمباراه سموحه واهميه هذه المباراه، وكيف تم التعامل نفسيا مع لاعبي النادي الاهلي بعد الهزيمه الاخيره امام بيراميدز؟
زي ما قلت لك انا يعني واقعي جدا، احنا هناخد فتره ممكن يا رب ان شاء الرحمن ما تبقاش طويله، لكن انت بتتكلم على عناصر كويسه، بتتكلم على عناصر بتيجي من اصابه، بتتكلم على عناصر بتروح في اصابه، بتتكلم على عناصر فيها تدعيم، لما يبقى في الاطار الطبيعي جدا من خلال التواجد لكل دول في فتره زمنيه مقبوله، يطلع بها الوقت او تقطع بها الفتره ديت والمرحله دي، ان الراجل يشتغل شغله العادي وشغله الطبيعي مع العناصر ديت، اعتقد ان شاء الله احنا هنبقى في مكان ثاني خالص يعني. ان شاء الله باذن الله. منافسه قائمه على بطوله الدوري يا كابتن سيد. نعم؟ المنافسه قائمه على بطوله الدوري. طبعا عندك لسه عندك مطروح مع المنافس بتاعك الاساسي، وعندك لسه فتره كويسه، وعندك فتره كويسه قبل الماتش بتاعه كمان، يعني انت لسه عندك ماتش قوي 30 مارس لسه التدعيمات تكون خدت حقها في التجانس والترابط والانسجام مع الفرقه، والاصابات تكون رجعت ان شاء الله باذن الله متواجدين بشكل كويس. وبقول المره المليار على الجمهور انه هيصبر ياخد نفس، حد ابصر في حاجه خالص بالظبط، لا ابصر في التدعيمات ولا صفقات ولا اسعار لعيبه ابدا. الو معاك يا كابتن سيد، اتفضل. الو اتفضل يا كابتن سيد، سامعك. الراجل ان شاء الله الرحمن يكون موافق مع الفرقه، وعناصر كويسه موجوده، وعناصر براجعه، على الجمهور ياخد نفس كده ان شاء الله الرحمن، واللي جاي باذن الله هيبقى احسن يعني، لان الموضوع بياخد فتره من الزمن عشان توصل للي انت عايزه، لكن انت ماشي بخطوات سليمه مليار في الميه. طيب اخيرا يا كابتن سيد، سؤال اخير. كان في ثلاثه على قائمه الانتظار، سواء عمرو جمال، رامي ربيعه، عمرو بركات. عمرو بركات راح سموحه خلاص، اعاره سنه ونص. فيما يتعلق بعمرو جمال ورامي ربيعه، في اسلوب للقيد يا امير، تمام، نظام للقيد. القيد بيسمح لك دلوقتي بخمسه، اوكي تمام، عشان تدخل اي حد لازم يبقى فيه عمليه استبدال بالظبط. ففي فترات كل اللي انت الاسماء اللي انت قلتها ديت معانا ان شاء الله الرحمن، ومكمله معانا سواء عمرو جمال او رامي ان شاء الله، لكن عشان نظام بالنسبه لك انت في نظام للقيد في خمسه بيتم اضافتهم، على سبيل المثال محمود وحيد وجيرالدو وحسين وياسر، تمام، يبقى في عنصر، وفي بعد كده وانت عايز تزود في القائمه يبقى في استبدال. في نظام للقيد لازم تتبعه، يعني ممكن ياخد وقت شويه لكن بيحصل، هي مساله وقت، تمام، مساله تقييم. اكيد بشكرك يا كابتن سيد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهامة جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي.